أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. نحييكم سيداتي وسادتي، حصاد إخباري متنوع، فلكم التحية والبداية بالعناوين. توجيهات رئاسية بالاستعداد لأي موجة محتملة لكورونا والإسراع بضم محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل. واستنساخ نموذج الأسمرات وبشاير الخير بعواصم المحافظات محور اجتماع مدبولي بالجهات المعنية وارتباط الأراضي المقترحة بخريطة التنمية أهم محاور البحث. تفاصيل الأحداث. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استعداد القطاع الطبي لمواجهة أي موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد. بالفعل توجيهات السيد الرئيس جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وزيرة الصحة وعدد من الجهات المعنية، حيث شدد على ضرورة تكاتف كافة العناصر الأساسية المسؤولة لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية. نتابع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، ولواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، ولواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة، حيث تم استعراض ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين. وقد عرضت الدكتورة هالة زايد آخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية وجهود المكافحة من قبل الدولة، بما في ذلك إجراء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح، فضلاً عن إجراءات الحجر الصحي والكشف الطبي بالمنافذ والمطارات بالمحافظات السياحية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال الفعاليات التي ستشهدها مصر على مدار الفترة القادمة، أبرزها الانتخابات البرلمانية وكأس العالم لكرة اليد. وقد وجه السيد الرئيس باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أي موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مشددا سيادته في هذا الإطار على تكاتف كافة العناصر الأساسية المسؤولة من وزارات وإدارات تعليمية ومنشآت دراسية لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية، مع مواصلة حملات التوعية المكثفة في هذا الصدد على مستوى الأسر وكافة المواطنين. أضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة الصحة عرضت أيضاً مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتي سبق وأن انطلقت في بورسعيد، مع استعراض الخطوات المستقبلية في هذا الصدد والخطط الزمنية المقررة لإدراج باقي المحافظات في المنظومة. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الاستفادة في هذا الصدد من جميع الخطوات والإجراءات المطبقة في محافظة بورسعيد، فضلاً عن الالتزام بالمحددات الأساسية الثابتة في مقدمتها كفاءة الأداء وجودة الخدمة وانتظام تدفقات الموارد المالية للمنظومة.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة 100 مليون صحة، وما تم إنجازه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بعلاج فيروس سي ودعم صحة المرأة المصرية وعلاج الأمراض غير السارية وجراحات الحالات الحرجة. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية الضرورية للتوسع في جهود المبادرات الرئاسية بأنواعها المختلفة في مجال الصحة العامة، لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين من كافة الفئات العمرية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس أوهورو كينياتا رئيس دولة كينيا، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. هذا وقد رحب الرئيس السيسي بأخيه الرئيس كينياتا في مصر، معربا عن التقدير للعلاقة التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس أوهوريو كينياتا رئيس دولة كينيا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بأخيه الرئيس كينياتا في مصر، معربا سيادته على التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتى المجالات. كما تقدم السيد الرئيس بالتهنئة إلى الرئيس كينياتا لانتخاب بلاده لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة من 2021 إلى 2022، معربا سيادته عن الثقة في قدرة كينيا على تمثيل القارة الإفريقية على الوجه الأكمل باعتبارها صوتا مدافعا عن القضايا الإفريقية في الأمم المتحدة. وعلى صعيد العلاقة الثنائية، أكد السيد الرئيس الحرص على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية الكبرى. من جانبه، أعرب الرئيس كينياتا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر، مؤكداً حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائي مع مصر وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما. كما أشاد الرئيس الكيني بالدور المحوري الذي يتطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مشيداً في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي القرن الإفريقي وشرق إفريقيا. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة القادمة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد انتهاء القضاء الإداري من الفصل في جميع الطعون المقدمة. وعقب الإعلام مباشرة تبدأ فترة الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى والتي تضم 14 محافظة. يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل بيانات المصريين بالخارج حتى 10 من الشهر الجاري، استعدادا للتصويت في الانتخابات المرحلة الأولى المقرر إجراؤها اعتبارا من 21 من الشهر الجاري ولمدة 3 أيام، على أن تجرى يومي 24 و25 من الشهر ذاته في الداخل.
أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ مشروعات سكنية حضرية متكاملة الخدمات في عواصم المحافظات والمدن الكبرى على غرار مشروعي الأسمرات وبشير الخير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بحضور دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من الجهات المعنية. وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى البدء في حصر الأراضي الصالحة لإقامة هذه المشروعات في جميع المحافظات. على صعيد آخر، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمتابعة الاستعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، استعرض مدبولي مع وزيرة الصناعة ترتيبات إقامة معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في الفترة من 10 إلى 15 من أكتوبر الجاري، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يضم المعرض هذا العام جناحا لدولة السودان ضيف شرف المعرض لهذا العام. تواصل المراكز الطبية بمحافظات الجمهورية عملها لاستقبال المواطنين فوق سن 40 لعمل الفحص الطبي لهم، من بينها لجان الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام. يأتي هذا ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. نتابع. أكثر من 1,600,000 مواطن تم عمل المسح الطبي لهم للاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية كالضغط والسكر والاعتلال الكلوي. منذ بدء مبادرة الرئيس وحتى الآن تم إحالة 460,000 مواطن للمستشفيات لمتابعتهم علاجيا من خلال كارت المتابعة. الهيئة الوطنية للإعلام حرصت على توفير لجان الفحص الطبي لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للعاملين بها. مستهدفنا في منطقة بولاق 74,000 مواطن، احنا عملنا منهم ممكن حوالي 15% كده تقريبا، وفي استمرار علاج للحالات اللي هتكون إيجابية للضغط أو السكر أو في مشاكل في الكلى، بيتحولوا المستشفيات عشان بيستكمل علاجهم برضو طبقا للمبادرة الرئاسية. احنا هنا بنقدم المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة، وهناك يعني توجيه يومي من السيد رئيس الهيئة وبالتنسيق مع السادة رؤساء القطاعات. المستهدف منها ان احنا نعمل فحص لكل مرضى السكر ومرضى الضغط، والهدف ان احنا نكتشف الاعتلال المبكر للكلى. والاعتلال المبكر ان حضرتك عارف ان قصور الكلى اول حاجه بتاثر فيه هو مرض الضغط ومرض السكر، واحنا مستهدفين ان احنا باذن الله نعمل فحص لكل الزملاء بالهيئه الوطنيه للاعلام. نحاول نوفر المكان والخدمه ونسهل على الزملاء اللي هم المندوبين الوافدين من وزارة الصحة. إجراءات احترازية ووقائية تطبق خلال عمليات الفحص الطبي بتلك اللجان مع تقديم المشورة الطبية والعلاجية للمنتفعين كافة. لو هو أول مرة يكتشف الضغط بنخليه يجي زيارتين كمان علشان نتأكد إن فعلا الضغط عالي، بعد كده بيتحول لمستشفى وبيعمل لنا وظائف كلى وبيبدأ في العلاج. قبول واستحسان من قبل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لما قدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان. دي في حد ذاتها كويسة، ودي جديدة أول مرة يعني كرئيس يفكر فيها أي حد بصراحة. حاجة كويسة يعني إن هو بيهتم بينا. بأمانة الله ربنا يبارك له. وحاجة كويسة جدا جدا جدا. في ناس كتير جدا ما كانتش تعرف إن هي عندها أمراض، وحاجة ما كانتش حد يتوقعها. حاجة كويسة للعاملين في الدولة أو لمستوى الناس كلها كشعب يعني. لجان الفحص الطبي للاكتشاف المبكر للسكر والضغط والاعتلال الكلوي تعمل بلا كلل أو ملل لتوفير خدمة علاجية ميسرة ومجودة للمواطنين أينما كانوا. محمد حلمي، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، وأشار البيان اليومي لوزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المتعافين من المصابين بالفيروس إلى 97,355 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي. لن نستطيع الحصول على ضمانات إلا ما تقدمه قوتنا وإلا ما يقدمه استعدادنا لحمل السلاح. تقليل معركة حتمي، لأننا لا نقبل بما يراد فرض علينا. التحدي والمخاطر موجودة في كل عصر وفي كل وقت، لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده والله لا يستطيع أحد.
طب حد يفكر كده يقرب من مصر؟ التحدي الحقيقي اللي بيجابه الدول اللي في منطقتنا ومنهم مصر هو تماسك شعبها. اكتوبر 73، بقاء شعب ونماء أمة. مع حلول ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، نقف جميعا وقفة إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة لما بذلته من غال ونفيس الحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها. نعم، تلك الذكرى الغالية المحفورة في قلوب وأذهان المصريين نستلهم منها روح النصر والإرادة والعزيمة القوية للمضي قدما والانتصار في معركة البناء والتنمية والاستقرار. داخلين معركة حتمية، لأننا لا نقبل بما يراد. الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر مناسبة لاستحضار ملحمة وطنية خالدة ومحطة تاريخية كبرى في سبيل بسالة وشجاعة الجيش المصري الذي صنع ملحمة بطولية بدماء رجال افتدوا الأرض بدمائهم، حققوا عنصر المفاجأة، أحبطوا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، واخترقوا حصون خط بارليف المنيع في لحظات على فيها صوت الرصاص والقذائف تحت هتافات الله أكبر، لتذهل إسرائيل والعالم الذي كان يعتبر أن أي محاولة للعبور هي بمثابة انتحار، غير أن المقاتل المصري استطاع تغيير المعادلة على الأرض وسيطر على المعركة وأجبر العدو على القتال بالمواجهة، وهو أسلوب قتالي يجيده العدو. حرب تم التخطيط والإعداد لها بدقة بالغة، فكانت العبقرية في اتخاذ قرار الحرب والحفاظ على سرية توقيتها، وهو ما حقق المفاجأة المدوية التي أربكت صفوف العدو وأذهلت خبراء العسكرية في العالم. كانت ملحمة الخلود بين جيش وطني وتأييد شعبي عارم ودعم عربي يجسد قيم العروبة والأخوة، وتشكل ذكرها مناسبة لإنعاش الذاكرة الوطنية وربط جيل الأمس باليوم لتعريف الأجيال الجديدة بجزء من الرصيد النضالي للمصريين وإيصال ما تحمله من قيم وطنية تحلى بها جيل أكتوبر. لقد وضعت انتصارات أكتوبر المجيدة حدا فاصلا بين منطق الحرب وأسلوب السلام، بعد أن أيقن العدو أن لمصر جيشا يحميها وأن السبيل الوحيد هو الانسحاب من سيناء، لتتوالى على مر السنين الشهادات الكبرى في حق الجيش المصري وقادته الذين خططوا ورسموا بدقة ملحمة النصر والعبور. فتحية لرجال قواتنا المسلحة في عيدهم وانتصارهم، تحية لعزيمتهم وشجاعتهم وبطولاتهم، تحية لأرواح شهداء عند ربهم يرزقون. اتسمت تغطية الصحف العالمية لحرب أكتوبر 73 بالارتباك بعد أن استطاع الجيش المصري في 6 ساعات من العبور أن يفقد العالم توازنه. نعم، وظهر ذهول وسائل الإعلام العالمية في تقدير حجم ما يجري على الأرض ومقدار الخسائر الإسرائيلية في عناوين الصحف العالمية حول أحداث نصر أكتوبر. أحداثنا متواصلة وفيها بعد الفاصل.
في يومه الثامن قتال دائم بين أرمينيا وأذربيجان على الإقليم المتنازع عليه، واتهامات متبادلة للطرفين بقصف أهداف مدنية. بعد جدل حول حالته الصحية بسبب كورونا، الفريق الطبي لترامب يؤكد تعافيه بشكل كبير ويرجح إمكانية خروجه من المستشفى اليوم. أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة البلاد واستقلال قرارها الوطني، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وخلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون. جدد وزير الخارجية تأكيد مصر ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية. من جانبه أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج تحركاته مع مختلف الأطراف السورية، مشيرا إلى ضرورة دعم جهود تحريك العملية السياسية في مساراتها المختلفة. أعربت وزارة الخارجية السودانية عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة التي رعت اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا في جميع مراحله، وضمنت وشهدت على توقيع الاتفاق النهائي، حيث خصت الخارجية السودانية بالشكر عدة دول من بينها مصر، مؤكدة أن هذا الاتفاق التاريخي يمثل خطوة حقيقية في طريق بناء السودان الحرية والعدالة والسلام، ويفتح الباب أمام تحول ديمقراطي حقيقي واستقرار سياسي واقتصادي. ترحيب دولي وإقليمي باتفاق السلام التاريخي الذي شهدته جوبا مؤخرا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. اتفاق يرى الكثيرون أنه خطوة حاسمة نحو السلام ستفتح آفاقا جديدة للتنمية وبناء الدولة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أخيرا ينهي السودان عقودا من الحرب راح ضحيتها مئات الآلاف. فبعد توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في جوبا، دعا وفداء الحكومة السودانية والجبهة الثورية بضرورة الإسراع في بدء إجراءات تنفيذ اتفاق السلام من الخرطوم وعدم تأجيل أي بند من بنوده، وأنهم محكومون بجداول زمنية. كما أشار الطرفان إلى أهمية بداية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ليبرهنوا للعالم بأن الحرب قد توقفت وبدأت مرحلة تشكيل المؤسسات المتفق عليها، بداية من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكوين المجلس التشريعي، بالإضافة إلى تشكيل الآلية العليا لمراقبة تنفيذ الاتفاقية. وفي أول رد فعل أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك أن اتفاق السلام سيفتح آفاقا جديدة للتنمية وبناء الدولة، وسيكون له تأثير على الاقتصاد والاستقرار وتحصين الفترة الانتقالية. كما رحبت ألمانيا بتوقيع اتفاق السلام، مؤكدة أنه بموجب هذا الاتفاق يكون السودان قد اتخذ خطوة حاسمة أخرى نحو السلام والمصالحة بعد الثورة السلمية العام الماضي. وأكدت ألمانيا أنها ستواصل جهودها لدعم الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي في السودان. طلبت المستشارة الألمانية أذربيجان وأرمينيا بوقف إطلاق النار المتواصل حول إقليم قرباخ المتنازع عليه بين البلدين. وعلى الصعيد الميداني، وصل النازحون من قرباخ المشتعل بآتون الحرب بين يريفان وباكو هروبهم من القصف والمعارك إلى أرمينيا بحثا عن الأمن والاستقرار هناك. وسط تجاهل لدعوات المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار وتبادل الاتهامات، يتواصل القتال العنيف بين أرمينيا وأذربيجان لليوم الثامن حول مدينة قرباخ الاستراتيجية المتنازع عليها بين البلدين. وفي أحدث الأنباء، أعلنت باكو إصابة رئيس قرباخ جراء غارة شنها الجيش الإذري على مقر الرئيس. الغارة التي شنتها أذربيجان جاءت ردا على هجوم أرميني استهدف مواقع عسكرية في أذربيجان. ومن جانبه، أكد رئيس وزراء أرمينيا أن بلاده تواجه لحظات مصيرية، مطالبا بالتعبئة والاحتشاد لتحقيق النصر، بينما أوضح رئيس أذربيجان استيلاء قواته على مواقع استراتيجية وأن النصر سيتحقق قريبا. ووسط هذا الزخم، واصلت تركيا سياسة صب الزيت على النار بتشجيع باكو على شن هجمات متواصلة على أرمينيا وإرسال المرتزقة الموالين لأنقرة إلى قرباخ منذ بدء القتال.
الجدير بالذكر أن إقليم كاراباخ ذا الأغلبية الأرمينية قد أعلن استقلاله عن أذربيجان في مطلع التسعينيات، أتبع اندلاع حرب بين الجانبين أسفرت عن مصرع أكثر من 30,000. ولم يوقف اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين عام 1994 المناوشات التي تندلع من حين لآخر، أشدها ما تشهده الحدود حاليا بين يوريفان وباكو. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج من فيروس كورونا، وذلك بعد خروجه لفترة وجيزة لتحية عدد من مؤيديه الذين تجمعوا أمام المستشفى. وقال الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي إن حالته الصحية تحسنت ولم يعد يعاني الحمى أو أي من الأعراض الأخرى التي تصاحب الإصابة بالفيروس. والآن جاء موعدنا مع جولة متنوعة في الصحافة المحلية صادرة صباح اليوم. البداية من جريدة الأهرام، الرئيس السيسي يوجه بالاستعداد لمواجهة أي موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا المستجد وتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية. الأخبار، وزارة التربية والتعليم ترسل خطابا للمديريات بالإجراءات الوقائية للعام الدراسي الجديد. والوفد دكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة طرحنا وحدات صناعية بسبع محافظات ونحدد الأنشطة. وعودة إلى الأهرام، وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل التحويل من الممارسة إلى العداد الكودي. ختام مع الأخبار التعليمة. سيداتي والسادة، أحداث 24 ساعة عرضنا لها من الفضائية المصرية والقناة الثانية. شكرا لكم، في أمان الله.